بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مع الآية الكريمة من سورة البقرة من الآية 142 وبداية الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آية 143. موضوع هذه الآية الكريمة مناقشة قضية تحويل القبلة والتألي على الله عز وجل فيما لا علم لنا به، نوع من السفاهة وقلة الحكمة. والأمة المحمدية المسلمة هي أولى الأمم في معرفة الحق، وطبيعة هذه الأمة هي الوسطية والاعتدال، ولذلك قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وإن البيت الحرام مذكور بالعظمة في الكتب السابقة. والآن مع شرح الآيات الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المعنى: سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل. قل أيها النبي مجيبا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات. سبحانه وتعالى يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وسبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمعنى: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا، وسطا بين الأمم، وسطا بين الأمم. فالله تبارك وتعالى شرف هذه الأمة أنه جعلها أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالله سبحانه وتعالى يقول لتكون يوم القيامة شهداء لرسل الله عز وجل أنهم بلغوا ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شاهدا عليكم أن بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله عز وجل ويذعن له سبحانه وتعالى فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله عز وجل. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله عز وجل للإيمان به، وبأن ما يشرع سبحانه وتعالى العباد إنما يشرع لحكمة بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم سبحانه وتعالى يستفاد من الآية الكريمة أن الاعتراض على أحكام الله عز وجل وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل. فالمؤمن لا يعترض على أحكام الله وشرع الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقول لما الله تبارك وتعالى لماذا لم يأمر بهذا، لماذا حرم هذا، وهكذا. فهذا في اعتراض على أحكام الله عز وجل، ولكن المؤمن يذعن ويسلم لله تبارك وتعالى. رقم 2، فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وصفها بالوسطية بين سائر الأمم. رقم 3، التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته. والآن
في تكرار الآيات الكريمة مع مراعاة آداب التكرار الثلاث. رقم واحد، ضع إصبعك على الكلمات أثناء التكرار حتى تجتمع معك الجوارح في الحفظ. رقم اثنين، اقرأ بصوت مسموع مع التغني. رقم ثلاثة، تفكر في الآيات في حال التكرار بنية التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. 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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. والآن بعد تكرار هذه الآيات الكريمة تقرأ لمدة ربع ساعة فقط وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.